السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عاوتاني الفيديو ديال اليوم غنحاولوا نشرحوا لا فورماسيون ديال ريد بابل، يعني اننا غنبداو نديروا التصاميم على تيشيرتات او كيسان او شحال من برودوي غيكون باش اننا نبيعوهم وناخذوا منهم راس المال. هذاك راس المال اللي غنحاولوا عاوتاني نشرحوا من بعد هاد لا فورماسيون اخرى اللي غتكون على اي كوميرس. و الا كنتو بغيتو لا فورماسيون ديال الاي كوميرس خليوها لي في كومونتيرات باش نديرها لكم مورا هاد لا فورماسيون. بالنسبه لا فورماسيون اللي غنديروا ريد بابل، كما كتعرفوا ان موقع ريد بابل من اشهر المواقع اللي كاينه في امريكا. يعني غتمشي عند ميريكاني غتسولو الا بغيت نشري تيشيرتات بيرسوناليزي، يعني واحد التيشيرتات اللي ما تلقاهمش في اي بلاصه، ماشي غنمشي عند مول المحل غنلقى عنده نايكي اديداس، لا هادو كيكونوا تيشيرتات اللي ديزاين اللي ما يكونش واحد اخر لابس بحالك. دونك ميريكاني عزيز عليه انه يلبس بحال هاد التيشيرتات. هاد التيشيرتات كاينين جوج مواقع اللي معروفين، كاينه امازون وكاينه ريد بابل، والريد بابل هو اللي غنشرحه اليوم. وهاد جوج مواقع هما اللي مشهورين بزاف في امريكا، يعني امازون وريد بابل. هادشي علاش بغينا نطرقوا الريد بابل هو الاول، والا بغيتو نشرح لكم امازون من بعد انكم تبيعوا في امازون حتى هو لي تيشيرت اللي سميتو ميرش، خليوها ليا في الكومنتيرات باش نديرها لكم حتى هي شي فورماسيون اخرى ان شاء الله. وهاد الحلقه غتكون غير مقدمه، اننا غنعرفوا على ريد بابل. هادشي علاش باش تتبع لا فورماسيون كامله خلي لينا سبسكرايب ولا لايك ودي كومونتيرات اللي يكونوا زوينين باش نكملوا هاد لا فورماسيون حتى الاخر. وغتلقاو البلاي ليست اللي كاينه في لاشين ديالي اللي غتكون فيها هاد لا فورماسيون من ا حتى زد. وفي هاد لا فورماسيون غنحاولوا نشوفوا كيفاش غنتسجلوا في ريد بابل، اننا كيفاش نبداو ندخلوا لي ديزاين ديالنا نبيعوهم، وكيفاش اننا نرسموا او نصيبوا الديزاين ديالنا باش هو نحطوه انه يتباع. وغنحاولوا نشوفوا واحد القوانين اللي كيكونوا في ريد بابل اللي ما خصناش اننا نخرقوهم، يعني خصنا نكونوا قانونيين في ريد بابل. يعني هاد الفورماسيون غتكون عامره عامره بالمعلومات ديال بصح. بالنسبه لهاد الموقع اللي سميتو ريد بابل، ماشي ضروري انك خصك دير فيسبوك ادز او جوجل او كاع لي ريزو سوسيو انك دير الاشهار لذاك البرودوي اللي غتصيب فيه باش تبيعو. لا، كما كتعرفوا هاد ريد بابل كيدخلوا ليه تقريبا 30 مليون شخص في الشهر. شناهي 30 مليون شخص في الشهر اللي كيدخلوا ليه باش يشريو منه؟ يعني هو بحد ذاته ماركت بليس، يعني يوميا يوميا كيدخلوا بزاف بزاف ديال الناس باش يشريو منه. نحاولوا نمشيو للبيسي باش نشوفوا احصائيات على هذا الموقع. كندخل الموقع سيميلير ويب، كما كتشوفوا هذه الواجهه ديالو. كنجيو هنا كنكتبوا الموقع اللي بغينا نقلبوا عليه، ريد بابل هو دوت كوم. صافي، هنا كيعطيك النتائج الا بغيتي تكومباري مع شي سيت اخر. كما كتشوفوا مكلاسي هو 629 في امريكا، ومكلاسي في العالم هو 1234، وفي الرونج ديالو كان هو الاول، دابا ولا هو 12. هذه هي اللي محتاجين حنايا. كما كتشوفوا ان 31 مليون واحد كيدخل لهذا الموقع. تصور شنو هي 31 مليون في شهر، راه شي حاجه اللي بزاف. هنا كتشوف الترافيك ملي كيجي، مثلا امريكا بزاف، تابعة بريطانيا، الالمان، كندا، عد استراليا، يعني كاع المعلومات كتلقاهم هنا. كما شفتوا ان بزاف الناس كيدخلوا لهذا الموقع. هادشي علاش حنا خاصنا نتعلموا اننا نصايبوا الديزاين ونحطوا، وماشي اي ديزاين ممكن انه يتباع لك، باش ماشي تقول اي حاجه غندخلها غتباع ليا. لا، هادشي غنعلموا لكم في هاد لا فورماسيون، كيفاش انني نلقى واحد ديزاين اللي ممكن انه يتباع ليا، وكيفاش انني نبان في محركات البحث انا الاول. يعني غير الواحد غيقلب عليا او غيقلب على اسمي الديزاين وغيلقاني انا الاول. هادشي غنشوفوه كامل في هاد لا فورماسيون. نمشيو دابا نشوفو ريد بابل يعني الموقع، ونشوفو لي برودوي اللي كيتباعو فيه اللي ممكن انني نبيعو. كما شفتو هذه هي الواجهه ديال ريد بابل، يعني كيبيعو المخدات، هاد لي ستيكرز اللي ممكن ديرهم في اي بلاصه، لي تيشيرت، وكاينين بزاف هاد البوسترات، يعني هاد لي ديزاين الحيط، كاينين بزاف بزاف لي برودوي، لي ماسك، الكوفر ديال الايفون، الكتوبة حتى هما، لي موغ، يعني كاينين بزاف ديال لي برودوي. نحاولو نشوفو لي برودوي، نديرو ليكم بلاتي الله يسريا، نديرو ليكم تراديكسيون
بالعربية مش كل شيء فاهم. سيكسون المتخنون اهو. انتوما كاين الملابس، ملابس كاين القبعات تقاشر يعني الجوارب، تنانير هما لي غوب، اعلى خزان هادي ما عرفتهاش، سراويل ضيقة، فساتين يعني بزاف. مثلا ندخلوا القمصان لي تيشيرت، كتدخل لي تيشيرت كما كتشوف كاينين لي كاتيجوري، يعني الناس اللي كيبغيو الموسيقى، الناس اللي كيبغيو الافلام، اللي كيبغيو السبور، كيبغيو لي جو الضحك، واحد الشكل هذا، واحد الشكل ديال الكتبة او الديزاين كول. الحيوانات مثلا ندخلو ديال الضحك، كتدخل ديال الضحك كدير هكا. انتوما كما كتشوفوا لي ديزاين، شو شحال من ديزاين كاين، تقريبا راه واصل لخمسة المليون ديزاين. هانتوما كتشوفوا كل شي كيلو واحد ديزاين ديالو. الناس ديال البروغراماسيون تا هما دايرين ليهم ديزاين ديالهم. هانتوما كتشوفوا الديزاينات كي دايرين، كاينين هادو لي سامبل، يعني ماشي تكون ضروري كتقن الفوتوشوب او الاليستراتور، يعني كيكون ديزاين سامبل غير كتكون هذيك الكلمات اللي فيه كيكونوا مضحكين ولا شي حاجه اللي كتاتيغي الكليان. انت كتشوف، انت كتجي الاكثر مبيعا ميو فونت. انتوما بالنسبه لميو فونت كما شفتوا مثلا هذه الا كانت تباعت 10000، هذه ممكن تكون تباعت 9000 تيشيرت، ممكن هذه تباعت 8000 تيشيرت. وحاول تضرب مثلا 8000 تيشيرت في 19 دولار تقريبا شحال جات، هذه غير نسبة تقديرية. اما هما اللي كيبيعو اكثر من 8000 ممكن نضربو غير في 19 بلاش هذيك الفاصيلة. شو شحال عطاتو هذه بالدولار؟ يعني تقريبا غتجينا في المغرب شي 140 مليون. 140 مليون دخلها غير حيت صايب هاد الديزاين في هاد التيشيرت، يعني غير اللي ما بغاش يبدا في هاد الدومين. انتم كتشوفوا ديزاين واحد يقدر يدخل لك بزاف الفلوس الا كان يعني شي حاجه واعره. كاين لي فيتمون هادوك لي ستيكرز باش نوريكم، يعني كيكونوا بحال هكا كتلصقهم في الثلاجة ولا تلصقهم في الكتوبة اللي بغيتي. انتم كتشوفوا هادو كيديروا بدولار، يعني تقريبا واحد 9 دراهم مغربية. لي ماسك، هاد لي ماسك يا مات كانت بدات كورونا كانوا خدامين ديال بصح. انتم كما كتشوفوا تلقاو لي ديزاين بزاف. هادو دوك بوشيطات ديال البورتابل، بوشيطات ديال البورتابل كما كتشوفوا هما الاشكال. الا بغيتو تقلبوا بزاف راه كديروا هادي. هانتوما البورتابلات اللي كاينين، الجالاكسي كاين، الايفون هنايا هما اللي كيخدموا عليهم بزاف. هنا الديزاينات اللي ممكن دير في الحيط، شي مثلا كيجيو بحال هكا. هما الناس كيديروا الرسوم، كل كيديروا التصويره. غير كاينين واحد القواعد اللي ضروري خصنا اننا نديروهم، هادشي غنحاول نشرحه لكم في الحلقات اللي غيجيو، اللي كتسمى الكوبي رايت والتريد مارك. هادو ضروري خصنا نحترموهم. كما كما كتشوفوا مثلا غير فيتمون شو شحال فيها، فيها طرابش، فيها تقاشر، ديباردور، عندك لي جوب، يعني بزاف بزاف. هانتو ستيكرز هي شو شحال فيها، لي ماسك، يعني كاين بزاف لي كادو. تا هما الا بغيتي نشوفو لي كادو، يعني هانتوما كما كتشوفو. دونك لي كادو مدخلين فيها التيشيرتات وداك الشيء الاخر، بحال لو قال جامعين فيها كل شيء. المهم شوف كتشوفوا كل شيء كادو لسان فالونتان، مثلا كتدخل ليها كتلقى داك الشيء ديال سان فالونتان. يعني موقع زوين، وكما قلت لكم انه كيدخلوا ليه واحد الترافيك اللي كبير 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 بزاف، يعني بزاف الناس كيدخلوا يشريو كل نهار.
وماشي ضروري خصك انك دير الاشهار في فيسبوك يعني الادز باش انك تبيع، يعني غير كتحط ديزاين ديالك والناس كيديروا يشريو. الى تبعتي داكشي اللي غندير في الحلقات الجايه، كيفاش نكتب العنوان، كيفاش ندير لي تاغ، وكيفاش نحترم التريد مارك والكوبي رايت باش ما يسدوش ليا لو كونت ديالي. يعني هادشي كامل غنحاول نشرحه لكم في الحلقات الجايين ان شاء الله. الحلقه ديال اليوم سالات، كنتمنى انها تعجبكم، والى عجبتكم ما تنساوش تخليو لنا السبسكرايب واللايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين، ونشوفوكم في الحلقه الجايه اللي غنشرحوا فيها بزاف بزاف. باي باي.